مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرتفع جوي متمركز على كافة طبقات الغلاف الجوي، إذن يبقى يسيطر على الوضعية الجوية. هذا ما يبقى يسمح دائما للأجواء الصحوة، لكن نسبة الرطوبة تبقى عالية خلال الليل مع تشكل بعض الضباب. خلال نهار اليوم سجلنا عبور بعض السحب نحو المناطق الوسطى وكذلك السواحل الشرقية، لكن للأسف كانت بدون أمطار. بالنسبة ليوم الغد بحول الله، بعد انقشاع الضباب وتلاشي السحب السفلى على أغلب السواحل وخاصة نحو المرتفعات، الأجواء ستصبح مشمسة على العموم بكل المناطق الشمالية حتى على شمال الصحراء، بينما تكون مغشاة ضمن تيارات جنوبية غربية، هذا على كافة مناطق أقصى الجنوب إلى غاية منطقتي الهجار والتاسلي. الرياح هي الأخرى ستبقى معتدلة على أغلب مناطق وسط الصحراء، ستعمل على تطاير الرمال. بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم، باردة بالمناطق الداخلية، الدرجة صفر إلى غاية درجتين على كل المناطق الداخلية، 6 إلى 8 درجات بسواحل، تقريبا نفس المقياس بشمال الصحراء، 12 درجة بالنسبة لتندوف، بني عباس، عين صالح، وال15 بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى مرتفعة، تفوق دائما المعدل الفصلي، تصل لغاية 22 درجة بالعاصمة، 21 بكل من وهران وعنابة، كذلك ببجاية، 21 أيضا ببويرة بتيزي وزو، 19 درجة بالمرتفعات، 21 درجة بالنسبة لشمال الصحراء، 26 درجة بأقصى الجنوب الغربي، 29 درجة بوسط الصحراء، 27 بإليزي، وأخيرا 30 درجة بأقصى الجنوب. فيما يخص الملاحة والصيد البحري ليوم الغد، سيكون البحر جميل على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة تماما من غربية إلى جنوبية غربية على كافة السواحل. بالنسبة لوقت شروق الشمس صبيحة الغد على مستوى العاصمة، سيكون في حدود 43 دقيقة بعد 7 صباحا. شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.